نذهب إلى موضوع آخر نتحدث فيه عن تدابير صون الغاز تحسبا لفصل الصيف بالجنوب، حيث أرسلت المؤسسة وفدا من الإطارات الرئيسية المسيرة إلى عدد من ولايات الجنوب لمتابعة وضع التموين بالكهرباء، وذلك على إثر موجة الحر التي تم تسجيلها عبر هذه الولايات خلال الأيام القليلة الماضية. تدابير صون الغاز تحسبا لفصل الصيف بالجنوب جاءت من خلال وفد توجه إلى ولاية برج بجي مختار ومنطقة الدبداب بولاية إليزي لمعاينة الوضع والوقوف على مستوى أداء صون الغاز، خاصة فيما يتعلق بالتموين بالطاقة لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتفادي أي مشاكل خلال الصائفة. تدابير صون الغاز تحسبا لفصل الصيف بالجنوب دائما التقى خلالها الوفد هذا الذي تحدثنا عنه بممثلي السلطات المحلية لولاية برج باجي مختار وممثلي المجتمع المدني، أين استمع عن انشغالاتهم التي يتم التكفل بها بشكل استعجالي، وتأتي كذلك بهدف تقوية وتعزيز شبكة الكهرباء من أجل ضمان خدمة نوعية من حيث التزويد وكذا الاستمرارية. وأشار المجمع في بيان نشره إلى وضع 47 منشأة أو 47 منشأة طاقوية كبرى حيز الخدمة، فيما تتراوح نسبة الإنجاز حسب البيان الذي نشره المجمع إلى ما بين 80% و100% على مستوى 24 منشأة أخرى. وقام فرع صون الغاز توزيع بإتمام المخطط الخاص المتعلق بالمنشآت ذات التوتر المتوسط، وهذا بإنجاز 687 محول كهربائي و2054 كيلومترا من شبكة توزيع الكهرباء. للحديث أكثر عن هذه النقاط أسعد باستضافة السيد خليل هدنة الناطق الرسمي باسم مؤسسة صون الغاز معنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا بك معنا أستاذ هدنة. مرحبا بك سيدي وبكل مشاهدي قناتكم الموقع. أسعد مساء أستاذ خليل هدنة. بداية نلاحظ أن مجمع صون الغاز يولي هذه السنة أهمية كبيرة لضمان صائفة هادئة وباردة بولاية الجنوب. وهو كذلك ليس فقط سيدي بولاية الجنوب وإنما عبر كل ربوع الوطن كل الولايات. هو مخطط كان في القديم مناسباتي، يعني نضع عدد من الاستثمارات سواء كانت طاقوية أو حتى فيما يخص العنصر البشري، لكن صون الغاز كعادتها يعني فيها تقارير فيما يخص السنة الفارطة ترفع تلك التقارير، وكذلك نستدرك نقاط الضعف في التزويد ونعمل لتحسين الخدمة وكذلك تحسين نوعية استمرارية في التزويد. أقول سيدي الكريم على مستوى كل ولاية الوطن، ما كما ذكر سيدي الكريم في هذه السنة يعني وضع مخطط عمل خاص بتعزيز شبكة نقل الكهرباء، عدد من المشاريع على غرار يعني مراكز الربط بالكهرباء والمحولات والمحطات المتنقلة، كذلك تلك المحطات المتنقلة نستعملها خاصة في المناطق المعزولة والتي يعني تكون بشكل رئيسي هذه المخطط الخاص بنقل الكهرباء من 16 ولاية. سيدي الكريم الأولوية هي للجزائر العاصمة سطيف قسنطرة ناتيزي وزورك لجيز البوشوارا ليج البويرا بجاية غيليزان مسيلاس كيكدا البوليدا وولاية بازا، حيث كما ذكر سيدي تم وضع 47 منشأة طاقوية كبرى حيز الخدمة. هذه راهي تخدم سيدي الكريم وراهي شغالة. أما فيما يخص المحطات 24 منشأة أخرى مدة الأول نسبة الإنجاز تتراوح ما بين 80% و100%، هذا فيما يخص مؤسسة صون الغاز النقل الكهرباء. أستاذ خليل هدنة، وفيما يتعلق بالذروات التي كانت تسجل خلال السنة الماضية أو خلال السنوات السابقة مع ارتفاع درجات الحرارة كان يبلغ المعدل الاستهلاكي بالجزائر أرقاما قياسية،
ما هي نعم. توقعاتكم بخصوص هذه السنة؟ هل الطاقة الإنتاجية لصون الغاز ارتفعت من جهة، ومن جهة أخرى كانت فيه كذلك حملات تحسيسية لخفض استهلاك الكهرباء، ما هو الجديد فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نعم سيدي الكريم، كما ذكرت الذروة تذروة الاستهلاك هي سجلناها العام الفارط نهاية جويلية، حيث فاقت 18600 حوالي 93 ميجاوات، لكن الطاقة المركبة المتواجدة في صونيغاز أو اللي تضمنها مؤسستنا مؤسسة صونيغاز هي تفوق 25000 ميجاوات. إذن الذروة وهي 3 أيام وفقط، يعني الجزء الأقصى السنة الفارطة سجلناها في 3 أيام، إذا هي الذروة وإن ترتفع الاستهلاك، لكن الموجود من يخص كمية الطاقة هي متواجدة وتضمن نوعية التزويد عادي. لتذكير أن الذروة التاريخية اللي سجلناها السنة الفارطة لم نسجل أي ضرر في الشبكة فيما يخص التزويد أو اضطراب في التزويد، وحتى ضمننا طاقة التصدير إلى دولة تونس، هذا يدل على الاستثمارات، نجاح في الاستثمارات. أما فيما يخص السنة هذه ارتفاع محسوس في درجة الحرارة، وكانت العينة هذه الأيام الأخيرة أنه أثبتت نجاعتها، والاستثمارات كذلك أثبتت نجاعتها، وإحنا رانا متأهلون لأي طارئ. وأقول دائما الانقطاعات في الكهرباء هو سبب أكيد وارتفاع درجة الحرارة، لكن السبب الرئيسي هو التعدي على الشبكة كذلك في بعض الاضطرابات اللي نشوفوا أنه المواطن الجزائري عامة يستعمل العديد من الأشغال في هذا الصيف، لكن إحنا رانا مستعدين لأي طارئ في هذا المجال. كيف هذه النقطة؟ لم نفهم تحديدا ما هو المقصود أستاذ خليل عدن. ماذا في أي نقطة فيه؟ في النقطة الأخيرة المتعلق بالمشاكل التي تتسبب هي العديد، مثلا نسجل نحن نسجل مثلا في العديد من الولايات، بعض الولايات يكون فيها مثلا اضطرابات وانقطاع في الكهرباء، وهو انقطاع ليس عام وإنما انقطاع في مثلا منطقة في حي وغيرها. هذا الانقطاعات احنا صونيغاز دائما يقولها السيد رئيس المدير العام لمجمع صونيغاز، احنا ما نقدروش نأكدوا ما يكونش فيه انقطاعات في هذه الانقطاعات في التيار المنخفض مثلا في حي وغيرها، لأنه هذه الانقطاعات راح تكون وسر وجود صونيغاز هو للتصدي لهذه الانقطاعات ولإصلاح الانقطاعات. أما العدد أو النسبة الكبيرة من الانقطاعات في فصل الصيف هي سببها التعدي عن الشبكة، وكذلك تضرر الشبكة بفعل هذا الارتفاع المحسوس في طاقة الكهرباء. لعلمك سيدي، مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار مثلا في الأيام الفارطة وفي بعض المناطق راهي فاتت 45 درجة، إذا 45 درجة بفعل الاستهلاك كذلك راح يسخن هذاك الخط أو المركز، هذاك مركز التحويل، ويزيد يسخن ويتسبب في انقطاعات. احنا المهم احنا ما نقولوش ما يكونش فيه انقطاعات، لكن نقولوا راح تكون فيه سرعة للتصدي ولاستدراك تلك الانقطاعات، وهذا هو الواجب وإحنا نأكدوه دائما، راح يكون فيه سرعة من طرف صونيغاز مصالح صونيغاز على المستوى الوطني في استدراك هذه الانقطاعات لضمان نوعية حسنة واستمرارية خليل هدنة، وهذا ما ضمننا حتى اليوم. أستاذ خليل هدنة، حسب الأرقام المتوفرة لدينا، مجمع صون الغاز وضع هذه السنة 47 منشاة طاقوية كبرى حيز الخدمة، هناك كذلك إنجاز 687 محول كهربائي، 2054 كيلومتر من شبكة توزيع الكهرباء. نعم، وعليه أمام هذه الأرقام والمعطيات الجديدة، كيف تتوقعون موسم الصائف هذا؟ في أي ظروف سيسير سيد خليل؟ شوف سيدي الكريم، الاستثمارات هي سنوية، هذا العدد اللي مدير 47 منشأة زائد 24 منشأة في طور الإنجاز، كذلك أكثر من 600 محول كهربائي فيما يخص هذيك 47 منشأة، هي صونيغاز نقل الكهرباء، صونيغاز في إنتاج الكهرباء، في نقل شبكة نقل الكهرباء وشبكة التوزيع. فيما يخص شبكة التوزيع كما ذكرتم سيدي الكريم أكثر من 687 محول كهربائي. إذا هذه الاستثمارات احنا كل سنة تقوم بها صونيغاز على مدى أو على مستوى كل الولايات. إذا لماذا تقوم بها؟ لأننا ويكون فيه الأهم من كل هذا
هو عملية الصيانة للشبكة وللمعدات. قبل ما يجي الصيف نقوموا ما فرحنا على المستوى الوطني بعملية صيانة المنشآت والمعدات. لماذا؟ باش حنا يكون هذيك المراكز الطاقوية والمنشآت الطاقوية تكون تعمل بنوعية حسنة لتفادي مثل هذه الاتهام سيدي الفريمي، وهي استراتيجية السنغاز الجديدة. خليل هدنة الناطق الرسمي باسم مؤسسة سونال غاز، شكرا لك جزيل الشكر على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة ضيفا. لكم كل الشكر سيدي الكريم، وتحية مرة أخرى لقناتكم الموقع. ومشكور خاصة على الاستجابة وعلى التوضيحات أستاذ خليل هدنة. إذا مشاهدينا كما تبعتم معنا نبقى في هذا الخبر المتعلق بما أطلقته مؤسسة سونال غاز. أرسلت هذه المؤسسة وفدا من الإطارات الرئيسية المسيرة إلى عدد من ولايات الجنوب لمتابعة وضع التموين بالكهرباء، وذلك على إثر موجة الحر التي تم تسجيلها عبر هذه الولايات خلال الأيام القليلة الماضية. الوفد توجه إلى ولاية برج باجي مختار ومنطقة الدبداب بولاية إليزي لمعاينة الوضع والوقوف على مستوى أداء سونال غاز، خاصة فيما يتعلق بالتموين بالطاقة، لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتفادي أي مشاكل خلال الصائفة. والتقى الوفد بممثلي السلطات المحلية لولاية برج باجي مختار وممثلي المجتمع المدني، أين استمع لانشغالاتهم التي يتم التكفل بها بشكل استعجالي. وتحدث بيان سونال غاز أيضا أنه بهدف تقوية وتعزيز شبكة الكهرباء من أجل ضمان خدمة نوعية من حيث التزويد وكذا الاستمرارية. أشار المجمع في هذا السياق إلى وضع 47 منشأة طاقوية كبرى حيز الخدمة، مع فيما تتراوح نسبة الإنجاز ما بين 80% و100% على مستوى 24 منشأة أخرى. وقام كذلك من جانبه فرع سونال غاز التوزيع بإتمام المخطط الخاص المتعلق بالمنشآت ذات التوتر المتوسط، وهذا بإنجاز 687 محول كهربائي و2054 كيلومتر من شبكة توزيع الكهرباء. كان معنا في الحصة حاضر الأستاذ خليل هدنة الناطق الرسمي باسم مؤسسة سونال غاز، قدم لنا آخر الأرقام المتعلقة بتوزيع الكهرباء بالجزائر. تحدثنا كذلك عن الحلول التي وضعتها مؤسسة سونال غاز لتجاوز ولإصلاح الأعطاب التي قد تصيب الشبكة الكهربائية، خاصة مع الارتفاع القياسي الذي يمكن تسجيله بسبب ارتفاع درجات الحرارة.